لا لا سهل، انا قد مره ثانيه. والله شغال، انا شغال شغال والله، حتى شغال انا مستحيل ما الفاد وقت. انا مايك شغال شغال، انا احرص واحد. شوف عطني صداع عشان اثبته. الو يلا احنا بما ان المايكات كانت مغلقه، يمكن السؤال للاسف مدينه سعوديه تقرا من اليمين ومن اليسار نفس المعنى ونفس الاسم. مدينه سعوديه، مدينه سعوديه تقرا من اليمين ومن اليسار نفس الاسم. لا بريط تطلع. طريب كيف طريب تطلع بريط؟ بيرط مدري بيرط. خلها طريب. في الشمال. الشمال يقول يولد. تعتبر شمالي؟ لا. عرار. لا 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 لا. في الشمال؟ الشمال. ما عندي وقت. ها يلا. خل نفكر شوي. يلا مو بكمبيوتر ها يلا. اه. سمسع. والله اني مستعجل، ايش فيه؟ خلاص طقيت الحين شفته. والله ما عندي اسئله واجد تروح. لا روح روح والله ما اسكت. عندي انت الحين بتروح الحين؟ العلا اي والله صح. روح اشخص برا. العلا تقرا من اليمين ومن اليسار. كلام ممكن اعيد. طيب سؤال يلا روح. سؤال ظريفين يعني. ما هي المدينه حلو اللي منها تشوف حدود دولتين؟ حقل. انا ومجاب. والله صح. ها ابو يوسف ايش المدينه اللي تقرا من اليمين ومن اليسار؟ من اليمين ومن اليسار ايش هي؟ طلع مو عارفها. من عارف الصدق؟ والله العلا العلا ان العلا واجبات المسلم. يلا مدينه ثانيه. في مدينه ثانيه بعد تقرا السعوديه. انا اتكلم عن السعوديه. لا خل شكرا خل رسمها. دور بالمكي جاي تعلم. لا لا ما في بس ما هي مدينه. لا ما تتوقع مدينه سبحان الله. شنو هي؟ ايش هي؟ هاي جيم عطنا محرق. ها؟ ما حد يسامح من حقك ابسط حقوقي انا. طيب يلا حبيبي بنحط اسئله عواصم. طيب يلا عطني الماي. بعطي نقاط. لا لا مو ما بعطي نقاط. نقاط؟ نقاط. على اي اساس؟ انا في حقه يعني اساس اخوه اللي بيه. انا في حقه. على اي اساس يعني تعطي نقاط؟ لا لا ما له انت ابو محمد ولا انت ما له. ابشر بالسعد. شوفوا اللي جاوب يسأل خلاص. ممتاز يلا. ما هي عاصمة دولة اثيوبيا؟ جيبوتي. لا ما جيبوتي. يلا اديس ابابا. اديس ابابا صح. لا 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 دورتها ما لقيتها. الصومال. انا رحت الصومال. لا اديس ابابا انا خاف ليه. قال لنا هو قبل. اسأل دنوعي. كيف؟ اسأل. وش المدينة اللي اذا عكست اسمها يطلع اسم فاكهة؟ حلب. عليك. الله يوفقك. يلا اسال اسال. يا طوال العمر. فين ابو جهل؟ ما هي عاصمة؟ برا المدن يعني عطنا شيء. موريتانيا. لا لا خلاص جماد جماد بحرف. لا 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 والله هذه حلوة. العواصم. ها وش تبغى؟ عشان اسئلة زي كذا. عطنا رجع عطنا عطنا اللي عندك. حلو. اي واحد يسال اللي يسال يا ريت. يلا يلا اللي تبي. لا تتدخل. اي والله. ما انت وش تبغى؟ وش طيب جماد بحرف بعدين لعبتي يعني. حرف زاء. جماد
زنبيل زاوية زنبيل زنبيل زرادية والله قالوا زرادية كلهم غلط من الصح من جاوب جمال كلها صح كلها صح بس ما ادري من جاوب والله انا والله زنبيل لا لا وش قلت زنبيل لا قلت انا زرادية لا لا اسمع اسمع لا لا جيب شيء له إجابة واحدة يعني اسال عن شيء عاصمه دوله ما ادري حفر زبده نادات انت حافظ انت حافظ انت يلا يلا شوف اسمع اسمع في دوله اسمع في دوله مال الزنبيل تعرف الزنبيل ايوه هو شيء معنى ثاني له معنى ثاني مقتل لا خل مقتل اللي ما يدري سطل سطل اي سطل طيب صح دوله عربيه زنبيل اذا قريتها من اليسار لليمين تصير شجر لا لا دقيقه انا مجاوب ليش سالت هذا مو جواب هذا مو سؤال اصلا ليش تسال اسلم اسلم تصدر مشاهده ليش تسال والله اللي بالعين تفضل تفضل تطلع شجره عيد شجره نعم وش دوله عربيه دوله دوله عربيه اذا قراتها من اليسار لليمين يصير اسم شجره اتوقع شجره لان يعني يعرفها اكيد محمد دنعم بما انه في الجنوب لان الشجره ما نعرفها احنا الا اتوقع تعرفونها كلكم قشمد مش اقول لك دوله هذه مدينه انا بدور الشيران والله بدور الشيران ما بدور الدوله بدور الشيران اللي قال ان شاء الله اي والله رطق الرطق لا لا الكويت لا بحرين يلا بعلمكم في افريقيا مالي اقول لك دوله عربيه رصر. عربيه مصر تونس لا الجزائر في افريقيا وتقايا كلها المغرب تونس تعكسها سنوت سنوت تعرف السنوت؟ سنوت تعرف السنوت؟ برضو الإجابة صحيحة عندي المرة الثانية ما نعرفه تعرف السنوت؟ شرط السنوت يقول ايه تبي يقول لا ما عمري سمعت بها انا خفت انا خفت انكم ما تعرفونه والله لانه برضو جاوبت انا بس لا هذا الجواب خلنا اسئلة من عنده عشان هو عارف دول عارف الدنيا عارف طيب سؤال سؤال يعني ما عارف لا ابغى سؤال يعني ما عارف اقدم عاصمة بالعالم روما روما لا شنو هي؟ اقدم عاصمة بالعالم الرياض مكة لا درعية عاصمة مكة ما بعرف قسطنطينية لا دمشق دمشق اي نعم دمشق طينة تكون انت ترين في وجهك والله ممتاز الاسئلة الثقافية هذه والله تحية الثقافة انا بسألك سؤال تمنعني من الاسئلة اسمحوا لي اسمحوا لي اطول نهر طيب بالعالم النيل النيل اقول لك بس سؤال تسمح لي تختم على سؤال سؤال ليش اسال؟ ما ادري اسال 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 والله ما هي تسليمات اكبر 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 دوله اكبر دوله اكبر دوله روسيا اكبر دوله روسيا استراليا امريكا لا روسيا اكبر دوله استراليا استراليا يا رجل اسمع روسيا اكبر يا عيال روسيا اكبر دوله استراليا صغيره لا لا هذه من تربه والله لو انك تقول له مدري وين قال لك امر استراليا اكبر دوله سمعت اكبر دوله ما سمعت يا اخي هي لانها قاره لحالها بس ما هي اكبر دوله اكبر دوله روسيا أخالفك أخالفك هي قارة وأكبر دولة قارة استراليا أكبر دولة صح عليك طيب كم عدد البشر؟ 13 8 مليار 7 ونص 8 مليار وصلنا 8 8 مليار منهم تابعوا هادي بالربعة أصبر ومليار تابعوني بما أنها معلومة طبية مليار 300 ما هي المادة التي يحتوي عليها معجون الأسنان وهي المادة يعني اللي ركيزة في معجون الأسنان أسأل طبيعي أنا ما لا الفلوريدا لا قربت فلوريد الصوديوم لا فلو إيش فلوريد البوتاسيوم مو فلوريد فلوكريد فلوركس فلوكلور شعر فلورايد 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 فلو بسام تدري هذا عندي معلومة عن المادة هذه أسلم يقول لك يا طمر السام إن المعلومة هذه إنها إن المادة هذه تسبب مشاكل للإنسان أنت صادق في كل معجون الاسنان هي اصلا موجوده هي اساس المعجون الاسنان طبعا انا لقيت ناس وش تسبب طيب لحم ومفحم ومدري شنو الفحم هذا الشيبان كان كذا الفحم وعسل لا في معجون الاسنان بالفحم في وقت شوف انه يبيض الاسنان فعلا وش جل وش والله يقول سبحان الله اسود يبيض الاسنان شيء غريب سبحان الله انه ايش حرس اي يعني انه والله يرجع يرجع ما في مثل المسواك على راك يقول لا اقسم بيات الله صدق عندنا في المدينه نقطهم من ايش من الضلعان حتى احنا عندنا الضلعان برسواس الضلعان سبحان الله احنا ايش في البطحه يطلع بالبطحه اللي عندنا بالبطحه لا راك في البطحه اراك لا ما اراك انت تتكلم عن بشام 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 خلاص بشام اي سلام وش هو خمسه اشياء تمام
لم يولدوا من رحم وعاشوا في الأرض. عيسى لا صح عيسى لم يولدوا من رحم. طيب آدم وحواء هذا اثنين، ناقة صالح هذا الثالث. ذكرت حية موسى أيام فتار، حية موسى هذا الرابع، باقي الخامس إبليس. ها حية موسى قلت إبليس صح إبليس حية موسى وناقة صالح وناقة صالح والله ما يعتبر إبليس وآدم وحواء. أنا سألك إياه بتذكر هناك جاسين على ذيك اللي كنا نلعب فيها. طيب أنا بجاوب، أنا بجاوب، أنا بجاوب عادي جاوب. آدم وحواء وناقة موسى ناقة صالح، ناقة صالح وحي الحية حية موسى. أسمعك أسمعك والخامس تذكروني جبت أربعة. ما شاء الله عليك والله مبكر. ذكر ذكر يا رجال، ذكر يا رجال هذا والله مرة مرة. الخامس باقي الخامس جبت أربعة. وشو الخامس ما يجب صدق وشو انقطع السكرة الفكرة تولد الفكرة تولد والله جواب يا شباب جواب ها يا أبو يوسف البراق البراق شو اسمه اللي البراق هذا الجاهلية لا لا الدابة البراق 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 اللي أسرت بالرسول عليه السلام اسمها البراق لا البراق اللي إيش سرت بالرسول عليه السلام مكة المسجد الأقصى ها أقول كانت الخطبة دابة دابة أرسل الله سبحانه وتعالى محمد عليه الصلاة والسلام وأسرت به ليلة الإسراء والمعراج من مكة إلى تيكم ساعتها الشيء اللي تشوفه على مد النظر هذا خطوة لا خطوة واحدة خطوة واحدة هذه زرقاء الإمام كنا زرقاء لا 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 المهم ما عندكم جواب يا شباب لا 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 يقول لك هي دابة ها اللي تشوفها بمد نظرك نظرك هذه خطوة بالنسبة له يقول أكبر من الحمار وأصغر من الحصان. طيب أنا مخلص بجواب. وشي وشي من أنا. لا هي. أتنا. ما أنت. واحد بالله سبحانه وتعالى. رسول الله من الله سبحانه وتعالى. إيش جوابك؟ السؤال الخامس في فق في. الحاجة الخامسة. أيوة. حاجة خامسة إيش السؤال الخامس يا رجل دوخت بي. كبش إبراهيم. صح. لا صحيح. صح. هذه رسالة أرسلها واحد المعاوية فمعاوية أرسل ابن عباس فجاوب عليه في أسئلة واجد. قال له وشو الشيء ونصف الشيء ولا شيء هذا البارت الثاني من السؤال ما هو الشيء الشيء ونصف الشيء ولا شيء انت ما تدري يعني انت لا شيء انت انت الله شيء محمد دنع هذا عارفه الشيء هو الحقيقه ونصف الشيء هو الحلم ولا شيء هو الوهم والله جاوب خطا والله والله شوف صراحه اللي جاوب بس فيها فلسفه فيها فلسفة بس انا الجواب عميق بعد ابو صالح مو والله العظيم مسلمك والله يجاوب ما شاء الله والله انك اكتب وانا اجاوب والله عشان نبدا ذا الوجه الحلو والوهم تفضل والله ان جواب بطل والله جواب والله جواب خطا جوابك لا لا شكرا على وجهك هو ايش جوابه شوف الشيء الصدق ونصف الشيء المجامله ولا شيء الكذب الله الله لا كان كمان اجاوب انا الجمك بالاجوبه الله شوف الله الله جابتك في فيها نوع من المنطقيه لكن مو صحيح والله العظيم يا ولد كانت اجابتك عارف نعرف الجواب الحين يا من الحين خطا يعني انا اسكت لا تفضل بس انا اقول لك انه خطا هو ما يعرف ما يعرف كيف يجيب النصف الشيء هل تقصد الشيء الحاضر الماضي والحاضر والمستقبل نصف الشيء ونصف الشيء احد ولا شيء الباب الرومي لا معاوية ارسل ابن عباس عباس جاوب عليه فجواب الجواب ابن عباس رضى الله عنه على الشيء ولا شيء ونصف الشيء عندي جواب ايش عندي جواب الشيء هو العدل نصف الشيء هو النظام الا شيء هو الظلم خطا الله الله كيف خطا بيتفلسف يا اخي خطا عشان تجيب فلسفي خطا يا اخي طيب يا اسمع شيل الجواب الشيء هو الرجال أو الرجل العاقل العالم اللي يعرف يميز هذه صح حق هذا غلط هذا إيش هذا شيء الرجل العالم نصف الشيء الرجل عفوا الرجل العالم العاقل هذا الشيء نصف الشيء الرجل العاقل الجاهل ألا شيء الرجل لا لا عاقل ولا يعني أنت قلت كل شيء ميدي يا رجال والله إجابتك أنا أقول أنت الشيء والله آه شوف إجابتك بوز إجابتك قبل شيء قال محمد دلعش لا شيء قلت الشيء الله
كان زل لساني فاعتذر منك ابو ناصر. لا تبغوني اقوم بالحين امثل لا تكذب لا تكذب لا تكذب الاعتراف بالخطا هذا اول اول والله يا محمد ابن ناصر الشيء محمد دنا نصف الشيء فهد رقيف عاقل بس ما انت عاقل صح حقيقه عاقل بس ما انت عاقل والله ماني بعاقل والله شيء من معجب القحطاني محمد مننا لا مستعجل شوف شوف جوابك انا انت يمكن موثق وفي الكتب وكذا لكن جماليه والله انك جواب الله يطول هذا انا اقول لك هذا جواب ابن عباس عبدي الله يطول عمرك السؤال بالسؤال بالسؤال العزيزي ايش حقيقه صح العزيزي او الحلم والوهم والله العزيزي انا قلت لك هذا جواب ابن عباس انا اقول لك ما ادري خلاص فهمت والله انه جواب جماليه عطنا عطنا اسئله عطنا جاوبكم عليها كلها عشان تثبت انك اي يا اخوي ايش قال له؟ خمسه طيب اسالكم سؤال في القران ما هو اطول جزء في القران؟ اطول جزء قد قريته جزء اطول جزء عمه ايه لا صح جزء كل الاجزاء 20 صح هذا تقول ان لا شيء انا الشيء الجزء الاول والجزء عمه صح لان الجزء الاول لأن اللي 21 صفحه اللي طوله اللي هو المسافات بين الصور الجزء الاول 21 صفحه والجزء الاخير جزء عمه تقريبا 24 او 25 صفحه تقريبا 25 صفحه اسلم اعطنا اعطنا اسئله طيب ليش ليش الله سبحانه وتعالى يوم اقسم بالقران بالنجوم قال فلا اقسم بمواقع النجوم ما اقسم بالنجوم نفسها مواقع النجوم ان المواقع تتغير صح يظهر موقع نجم السبع نجم الجدي نجم سهيل نجم والله ما ادري لان النجم يمكن يسقط كذا يعني يا سلام عليك اجاب منطقي لا فيها فكره حولها هو حولها لا اقسم بمواقع النجوم يعني انت تعرف الجواب لا انا ما اعرف فش حولها موقع يعني متغيره يعني تراني ما في السوء يعني بتصدر مجال تصدر اسئله خلصتوا ايه شفت انا وسامها النجم الحين اللي انت تشوفه انت الحين بالارض صح. ترى هذا هو ضوءه من قبل ملايين السنين صح حلو توه يوصلك ضوءه من المسافه البعد اللي بينك يا رجال اي أيوة والله توه يوصلك ضوءه من قوه المسافه ليش سرعه الضوء وش كم سرعه الضوء سرعه الضوء مقارنه بالمسافه هذه صح. اللي بيننا وبين النجم سرعه الضوء 300 300 والمسافه 100 مليون بالله ارمي علي ارمي علي علبه نفترض نفترض ان هذه انت واقفا هنا يا معجب وانا واقف هنا تمام المسافه اللي بيننا طويله مره لكن عندك ضوء قوي مثلا حلو انت ضويت من هنا من طول المسافه اللي بيني وبينك هنا يلا حلو لا يوصلني الضوء ما هو بنفس اللحظه يوصلني متاخر اذا كانت المسافه طبعا انا ما جالس اتكلم عن مسافه بسيطه جالس اتكلم عن ملايين السنين الضوئيه يعني الحين المسافه يقول لك يبعد النجم الفلاني عن الارض مليون سنة ضوئية مثلاً. إيه صح. إيه. وش معنى مليون سنة ضوئية؟ يعني مليون سنة والنور يمشي خيّ على بال ما يوصل. شو البعد؟ شو تدري شو اللي؟ يعني مثلاً. بيننا وبين مثلاً النجم مليون إذا سنة. إذا أنا صبيت مو ممكن, يعني ممكن يكون بينك. كذا صالح صالح. تدري شو اللي يجل أكثر؟ صالح. تخيل. اللي يجل أكثر أنا قدامي. تخيل إنهم يخترعون مركبة أسرع من الضوء بكثير ونحن نروح إلى النجم. نروح. تخيل أنت تخيل معي ممتاز. بيخترعون. تخيل نحن نروح في النجم هنا ممتاز وإحنا أسرع من الضوء يعني سرعة هائلة. ونروح إلى هنا تدري نحن طالع في الكرة الأرضية حلو تشوف أحداث قبل 3000 سنة صح كيف كيف تقدر ممتاز انعكاس ضوء شوف صلى على النبي كيف صلى على النبي احنا هنا في النجم ممتاز وانا احنا في الأرض وهذه النجم اخترعنا مركبة سريعة جدا اسرع من الضوء مليون مرة ممتاز اصبر اخترعت مركبة اخترعنا مركبة سريعة نفترض اخترعنا مركبة سريعة ممكن في يوم من الايام تخترع انطلقنا من الأرض للنجم هذا بسرعة ممتاز رحنا النجم تطالع على الارض تشوف الصحابه بس هذا تخيل انت راح توصل النجم قول لي ليش هو. لانك تشوف انعكاس الضوء نشوف انعكاس الضوء اي بس انت راح توصل ما راح توصل النجم انه يحرق الذوب قبل كيف انعكاس انا اعطيك فرض فوش اقسم الله سبحانه وتعالى بمواقع النجوم لان ممكن يكون النجم هذا اللي انت تشوف ضوء ترى ممكن يكون منطفي اوه عرفت يكون يمكن يكون النجم هذا منطفي من سنين سبحان الله يعني عندك مثال يعني انا والله شيء والله شيء شيء يجل في الفضاء شيء 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 بعطيك مثال يعني كان هو يقول نور ال انا يوصلك بعد اشكر الرجال تكلم اسلم تفضل معلش والله ما اقدر اغلط عليك تفضل فمثلا الحين كبيت مويه كبيت الماء الحين لا 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 حلو
اللحظة اللي أنا كبيت فيها الموية مثلا خلينا نقول يعني الساعة 6 الساعة 6 وصلت كل الموية هناك الساعة 6 ودقيقة فادي نفس الفكرة ايش رأيك؟ والله شوف دنيا أنت مثالك الصحيح بس إن المسافة شوف كيف تمشي الوقت يعني الوقت صح هو وش ال يعني وش السر السر تدري وش يكمن فيه؟ السرعة والزمن بالضبط ايوه السرعة والزمن السرعة والزمن نحتاجها في جميع الطاولة النقاشية ايش الأسرع؟ ايش الأسرع الصوت ولا الضوء؟ الضوء 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 أكيد خلينا نشوف ها الصوت اهتزازات تصطدم بجسم ايش أنت قلت صوت قبل شوي صوت أنا أقول صوت الضوء طيب أنا بعلم أنت إذا جاء البرق تشوف أول ولا تسمع صوت أول؟ لا والله دحين الطيارة تسمع صوت أول ولا تشوف أبدا تسمع صوت الضوء أسرع الطيارة تسمع صوت أول ولا تشوف أول؟ بس ما دخل لا لا تسمع صوتها والله والله جوان مقنع لا 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 لا, لا, لا تشوفه تشوفه قرب تسمع صوتها لا والله نسمع صوتها قبل لا تجي لا لا معلم يعني ثابت بن قرة والحسن بن هيثم كلهم كرسوا حياتهم من الدراسة بس اسألني كيف اسألني كيف يا ابو علي الطيارة انت بتكي شيء طيارة شغل المايك عشان تشوف اوه الطيارة الطيارة راحت سافرت راحت سافرت يمكن طافي بطارية قول الو الو ايوه لا عاد المعلومه يا منيب الحين نستعناكم نشوف الطياره طيب والله عم الطياره شيء اللي في صوت طيب يعني ايش اللي يا سلام الضوء سلام يا حبيبي يا حبيبي الصوت هذا يا يا ها الصوت الصوت يا متنعم انت قضت فكره الان لا ما انت قضت انا بعد الصوت بعد الصوت اسمع انا بعلم الصوت متى يجي دوره اذا قلت جالس في الليل والمكيف على الطابيه هذا الليل يسري بالصوت هذا الكلام هذا ما عندنا صح يا صالح صحيح صح يا صالح صحيح صح يا صالح صح طيب اسمع الحين ماسك كشاف على بعد الضوء ترى ما بنور لا بعلم كشف على بعد 2 كيلو واللي مقابلك في الجلسه الثانيه 100 كيلو تبغى 100 كيلو 100 كيلو 100 كيلو سيدي يا رجال طيب لا 2 كيلو لانها بتقابل عبد المحسن ايش فيك ماسك معجب اوه اصل انت معي يا حبيبي حلو وانت تسيح كذا اقول وا شغل كشاف اسمعوا شيء ايوه ليه لان الهواء الصوت ينتقل عبر الهواء طيب ايش قال صالح هو كلامه صعب بس انا اعطيه دليل يعني الضوء اسرع من الصوت لا ما له دخل يا مش المغير والسؤال لا خلاص دخلنا موضوع ثاني طيب انا بعلمك انا بعلمك اصدمكم معلومه لا انا بصدمكم معلومه دلحين. هذا دليل على انك اذا ما تقدر تتكلم وانت تاخذ هواء تسحب هواء اسمع للحين ما يقولون الليل يسري بالصوت لحظه اقسم بالله اذا قد يكون شيء طافي ما فيها صوت معروفه ولا تقدر تتكلم انت اسمعك اللي في المريخ يا ابن الحلال اسمعك انت تدري ليه؟ كسر القاعده هذه سلمان صح تدري سلمان كسر القاعده هذه فصوت 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 وتكلم حلو 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 جدا طيب ابو صالح في حاجه اعطنا معلومه عجيبه بالفضاء يا اخي الفضاء هذا مليان عجائب يا سلام جو لك علماء قالوا نبغى نرسل تلسكوب تلسكوب مصغر مركب على ايش ونشوف من هنا نشوف من الفضاء حلو عندي شوف نشوف على بعد بعيد مره يا حلو فكره حلو وراح وطلع ودفعوا مليارات على المشروع ذا طيب. ناس دفعت مليارات على المشروع ذا عشان يتمونه تخيل اللي شغالين على المشروع ذا كم شخص 10000 شخص وش ذا على المشروع ذا انهم يزبطون مركبه فضائيه ومحطوط عليها ايش محطوط عليها تلسكوب تلسكوب المنظار يجي يلقط شيء بعيد إيه؟ المهم يسووا على قولتهم اختراعات عشان يزبطون عشان يتكيف مع الرحله هذه الرحله اللي اول مره تم قالوا نبغاه يروح المسافه بعيده كذا ويلقط لنا الصور ويرجع لا ما يرجع خلاص على وجهه الله يستر عليه الله يستر عليه بس الصور يلقطها بس يسحبون الصور توصلهم ايوه تقريبا يمكن قبل سنتين او اقل حلو تم المشروع ذا وين تم؟ تم بامريكا طبعا ناسا يا سلام حلو اللي تخيل الرئيس الامريكي بذاك الوقت هو اللي اعلن عن الخبر من اهميته المشروع جبار ويلقطون لك صور
من الفضاء. كم سرعة؟ شيء بعيد، شيء بعيد بعيد مرة، شيء بعيد. كم سرعته هو؟ هو مو على السرعة، هو على التلسكوب. وين يوصل؟ وذاك وين يلقط وراه؟ هو ما أدري، أنا ما أدري هو وين يوصل بالضبط، لكن هو شو؟ لكن ياخذ مسافة بعيدة، ولا أخذ مسافة بعيدة شو يسوي؟ يفتح التلسكوب الداخلي جوا، يلقط صور من مسافات مرة بعيدة. حلو. ويكتشفون لك اكتشافات عجيبة يا الربع، والله العظيم إنك تشوف المنظر، منظر ما يخليك تتأمل خيالي، وتذكر الله سبحانه وتعالى وتسبحه، شيء مشهد خيالي. طبعاً مجرات، مئات وآلاف المجرات جاب صور النجوم، نجوم تخيل تبعد عنا 700,000 سنة. يا وجه الله، ضوئية، سنة ضوئية. ضوئية زاد، ما هي صوتية. ما هي ما هي ما هي 700 سنة من سنيننا احنا طبيعية. لا 700 ضوئية. سنة والضوء يمشي تخيل. يا وجه الله، شغل كشاف. ظاهر ان السنة الضوئية كم تساوي؟ 150,000 ضوئية. والله يا اخوي غالب، اسكت الله يرحمه. عندي سؤال عام. 700,000 ضوئية ما هي صوتية؟ صوتية وش الحين؟ وش السر؟ وش السر اللي بالعالم؟ ايش السر العجيب بالعالم؟ وش هو؟ اللي هو الزمن. الزمن الحين بالنسبة لك انت يا انسان، ترى ما هو بالنسبة للذبانة مثلا. حلو، الذبانة كم عمرها؟ عمرها 7 أيام. 7 أيام، صح ولا لا؟ السبع ايام هذه بالنسبه للذبانه تراها بالنسبه لها مثل عمرك انت، اذا لو انك بديت حياتك وشيء بدون ما تموت، طبعا بدون ما تموت مبكرا، لا مثل انك كملت عمر، اذكر درسناها 7 أيام. طيب عمرك الطويل هذا اللي انت عشته ترى نفسه حست فيه فعليا الذبانه، ان الست ايام هذه بالنسبه لها صحيح ممكن تكون بقياسك انت نفس قياس السبعين سنه. يا سلام يحيى، يا يحيى اسمع، في اي مسلسل كنت مشارك انت، الحفره ولا سنوات الضياع؟ لا انا كنت مشارك ب الحفره. يا سلام سلام، شو اسمه هذا؟ على طريق عبد الحي. كم عين؟ عبد الحي 99 ضباب. والله ما ادري 99 99 ضباب. كيف 99 ضباب؟ كيف تدري ضباب واحده فيها 99 ضباب؟ اي قصدك معلي معلي معلي، كيف 99 عين؟ يمكن 5. لا 99 ابو صالح، الوقت شيء نسبي. مثلا على سبيل المثال انت الحين رجال تنتظر لك شغله، ما معك جوال، ما معك شيء، جالس وجالس تنتظر شغله. حلو، تنتظرها تخلص، انت جالس تطبخ لك برادي، تحس الوقت طويل عشان كذا يكره الانتظار. صح، اي فالموضوع نسبي، لكن لو انك مثلا جالس تستمتع بشيء الوقت يمشي بسرعه. تابع مباراه، زي الفيلم اليوم 20 دقيقه راحت والله على طول. طيب ايش البرنامج ذا؟ عاد ما ايش يقول؟ تدري ايش يقول؟ صوت دعاني يا اهلي قلت للسم، صوت دعاني يا اهلي قلت للسم، اضطريت اعطيك مثال ما اقدر على اسمعني بنص كودينا ما اقدر على الرياض، ومن الرياض كودينا السن يضحك والشفايات تبسم. يا مرة يجي السن يضحك والشفايات تبسم، والخشم يسيفن واقفن شوية ولد اليوم داخل نظلم. وكيف عندك يا وصلنا ليه؟ لأن صدق والله أن لأن الزمن، الزمن كيف يقاس؟ الزمن مقياسه حقيقي احنا ما نعرف والله. احنا ما زمن، طيب كيف يقاس؟ احنا ما نقيسه، تقيسه يقيسه وش هو؟ الاحساس، احساسك، احساسك انت بالوقت وش باللحظه نفسها هو اللي يقيس الزمن من طوله من القصه. فلذلك الذبانه مثلا هذه اللي جبنا لها السبع ايام اللي عاشتها هذه، هي احساسها بالسبع ايام هذه كانك من يوم ولدت لين شيبت، لين مت، لين مت شيء. ف الشيء العجيب وش هو؟ ان الزمن انه ينطلي على كل شيء الا على الله سبحانه وتعالى. ولا يرجع سبحانه وتعالى بالقران، الله سبحانه وتعالى تكلم عن يوم القيامه بالفاظ انه صار شيء، ما فعل ماضي، قرعت القارعه، قرعة اي كنا فعل ماضي، قرعة يعني شيء انتهى، يعني شيء كنا فعل ماضي، صح ولا لا؟ ليش؟ ان الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق الزمن، فالله سبحانه وتعالى عالم باللي صار واللي يصير واللي بعد راح يصير. فالزمن هذا ينطلي علينا احنا المخلوقات. صحيح. لا تقديرنا، لا تقديرنا. مصداق لقوله. الله يبغى لك صوت. الله يعني. الله. ايش يسمي المدرسة اللي درس فيها؟ انا مدرسة الحياة. يا سلام.
يا سلام مصداق كلامك هذا الحرمه اللي جت عند سيدنا نوح عليه السلام قالت ان ولدي مات عمره 300 سنه انه مات وهو صغير في السن يعني عمره 300 سنه اي قال لها نوح قال انه ياتي في اخر الزمان وناس اعمارهم تتراوح بين 60 و 70 نوح او موسى لا موسى كانت اعمارهم مقاربه اعمار فقال لها نوح قال والله انه يعني ياتي اخر الزمان وناس اعمارهم بين 60 و 70 قالت والله لو عشت في زمانهم لاقضي عمري كله في سجده واحده يعني عشان تدري اختلاف العمر طيب كيف تجيب المعلومات هذه كيف كيف تغذي مخك كيف تحفظ اقرا انا اعلمك اقرا اقرا يا رجع قريت قدري ثلاث ايام اقرا ضاع ضاع ابو علي ابغى اسالك شفت الرجال يقوم بدني اسمع ذكرهم لقيت اقرا فهرس لا والله انت عشان ادور العنوان ادور العنوان بس تدري ابو يوسف يا اخي تعال دقيقه انا بقرا صح انا اعلم انا ابشر الله يستر يا اخي دعي ما تحب في جيبك وسوس لا قمت انت يا ابو سمره نفسها لاحظت ومشيتي انت ثق في معلومات في قصص من القران حق كتاب ليناك شيء جبار شيء مهول شيء طيب ابغى اسالك يا ابو علي شفت دقيقه الكلام اللي قلته انا اليوم كيف جاتني الفكره انا اعرف الكلام قد قريته كنت جالس في المسجد واقرا كذا واقرا قد وقت ليش ما اقول لك كرنفال؟ كلها اشياء تراكميه في راسك. خلاص تقرا ترسخ ذهنك. ابعد طبعا طلعنا شفت هذا الجوال؟ هذا اللي يلحس المخ. تبي تسوي حاجه ابعد هناك هناك. اي والله رزق والله حط هناك وقف. اي والله والله العلي العظيم لا يمكن اسمع لا يمكن اقرا كتاب والجوال جنبي. يا ولد وذا اسمع انا معك يا شباب قولوا لا اله الا الله لكن هذا رزق يا اخي الله رزقني به ايوه اني اطلب الرزق وش بوضح لك معلومه صح 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 اورد نقطه ذي طيب تدري ان شغلي كله قايم في الجوال انا المحاتي طيب اسمع قول لا اله الا الله فعادي قول لا اله الا الله ساعه قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله حق رجل لا اله الا الله تفضل ايش خذ رجع ساعه يا ابو سلام ابو قيس ساعه يا اخي هذا المفروض هذا كلام درر مفروض تفهموا تبسط الله كلن يبي يتكلم كلن ها يلا الله يهديكم بس النقطه اللي بوضح عليها ترى حرث على شوف لا والله صدق لا ابو علي ابو صدق علي اسلم صدق يوم يقول كلكم صادقين تقولون رزقي ورزق عيالي لكن النقطه اللي بيوضح ابو ساره اللي بيوضح ابو ساره ولا انت بيوضح ابو ساره لكن ما قدر تخبرون الدلخ اسمع درر يلا اسلم درر ان 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 نفسك حق عليك نفسك حق عليك مثلا طول عمر طلعت بكره بثيت تيك توك كم ساعتين ثلاث ساعتين خمس ساعات اللي هي ساعه ايوه جلست على السناب ذا طول عمر لمده 8 ساعات تويتر 5 ساعات اخر اليوم يوم تفكر فيها اليوم انه كله بها مغر رسائل وبث تيك توك ولا فيها لا في صح ان فيها منفعه شخصيه لكن ما فيها منفعه تنفعك بكره في المستقبل صح ترى الجوال احد مسببات اللي الواحد انه يجلس الحين هو ساكت ما عنده شيء فارغ انا من الناس إيه تصير فارغ تصير ما عاد تحفظ يوصيك اخوك بالوصاف انساها ولا اقرا كتب ولا غير لكن اللي اجي في مجلس ولا اطفي الجوال خليت عليك مجلس شبان ولا مجلس والله ترى صدق اني ايش اقول لك تسمع القصيده تسمع الحكمه تسمع المواقف اللي تحصل عليهم اي قصه استرسل الرجال يعني يجي فيها وشان هو يجي منها اثر لك ايوه تسمع تحفظ مش سؤالك يا الشيخ انت الحين مسوي تصدر مشهد انت تصدر مشهد يا ابو علي يا رجال ما ادري انا الوحيد اللي ما تصدر خليني اتصدر لا لا الحين لا تصدرت قبل اوادي اسلم قول الناس ايش كنت بسام اي والله خليني اتصدر ذا العيد وقفت علي اي والله الان ها الان سؤال منطقي الان ايوه هل العين اللي تعكس النور على الاشياء ولا العكس؟ هلا والله وترت فكر فيها المنطق يعني الان في نور صح؟ قاعد اشوف العلبه هذه هل عيني تعكس النور على العلبة ولا العلبة تعكس النور على العين؟ لا يا
اسلم يبعد العلبه تكسر تعكس النور علي كيف؟ سطر مثال طيب عطني مثال او دليل هذه الدوره لفيت كذا راح النور كذا لا ما راح قول نفس يا اخي عايم فيني يا عزيزي عايم بالعلبه ما بهني النور ذا الحين هيا لف كذا قول براسك ما يجي رجال ثاني هذا شو يدل عليه؟ الله والله هذا يدل لا هذا درر الله يا اخي مثال مقنع يا رجال اي عين يا انت في اي ثانويه دارس؟ بلاط شهادة بالله سلوش بلاط شهادة واضح انه ما زالتك بلاط شهادة والله انا لسه ما قال اتوتر اتوتر حبيبي حد كاتب مكتوب هنا عالم اعطني سؤال لا لا هو مو عن عالم ابغاك تفكر لا يعني اعطني شيء تفكر خليك تفكر ابو صالح انا اللي قال صح 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 عليك ما اسمه صح طيب ليش كذبني؟ يعني كذب طلعني مو لا بالعكس ما انت بتسلم بعد اعطني اعطني مثال حلو يا اخي احنا بالعيش اعطني جواب السؤال صلوا عبد الله جوابه صح النور كان زمان الناس تحسب انه العين هي اللي تعكسنا اي والله بعدين قلنا يلا جابوا كشاف حلو سلط على عين وحط هناك غسف ظلام وحطه قال تشوف هذه ما تشوف تذكر مواقف بس اذا حطيت العكس كذا تعكس على عينك تشوف تذكر مواقف بنده يا ما ادري بالهيثم عبد المحسن بالهيثم تذكر مواقف بنده تذكرها ما اللي وداك مواقف بنده النور ولا الضوء؟ الضوء نفسها طيب دقيقة لما اني ما صرت يعني اقرا او اني عالم كذا فشلت حياتي؟ لا صلوا عبد الله وتوكل هو ما عن قراءه بس إن هذه اشياء تفتح طيب سؤال خلي مخك يرقد خلي سؤال سؤال هل ذا الحين ايش كنت ابغى اسال والله انك ذكي يا ابو علي واني احب تفكيرك لانك عاقل ما شاء الله تبارك الله اسمع هل كيف حالك طيب اعطني السؤال بسرعه اسمع يا اخي عقلها وتوكل يا اخي عقلها وتوكل يا اخي يعني انا فاضي فاضي يا اخي حياتك يا بلا اسباب اعمل بلا يا اخي استانس يا رجال حياتك حياه ثانيه انت بكره بتروح عشان الحياه فانيه استانس لازم تستثمرها ما عليه مستثمرين مستثمرين في طاعه الله ونصلي ونصوم ونعبد الله يعني حتى تبغى اقرا كتب ما تبغى انت قريت كتب اذا ما تبغى والله نعاد الفارس تدري ايش المشكله تدري ولا ما تدري انا بس للحين الرياضيات زمان يوم كانوا ارسم التفاحة لا صاء اصبر صاء وضرب صاء يساوي او اس او واحد اوه شيلو فادتنا لا انا فادتني ما فادتك صح صح؟ انا فادتني انت فادت؟ لا صد. انا فادتني في حاجة انا فادتني ما يعني ما في فادتني شهادة شهادتك لا اجمع النقاط واحسبها يلا تعال اجمع النقاط واحسبها اصبر جمع النقاط صح؟ جمع النقاط وش الاساسية اللي استخدمتها؟ في النقاط تجمع صح جمع ساء في انا ما استفدت انا ما استفدت انا ما استفدت طول العمر جمع ساء في صاد اسمع انا ما استفدت خلينا نكون واضحين الين يمكن سادس ابتدائي الجمع والطرح والضرب والقسمه بس دي اللي استفدنا يا رجال لا جمع لا ضرب ولا طرح ولا قسمه لا اللي درس كيمياء فيزياء درس فضاء درسوا اكيد استفادوا منها انا درست فيزياء درست فيزياء وش استفدت ترى سؤال طيب زي سؤال اقسم بالله انا درست فيزياء يا عبد المحسن ما له دخل بالفيزياء درست انا فيزياء فيزياء اخذ علبه مني علبه مني وكبان هذا كيمياء هذا كيمياء هذا كيمياء فيزياء واضح انك درست فيزياء غير كيمياء فيزياء اللي تشرحها لا هذاك احياء هذا احياء هذاك تشرح فيزياء والشغلات الفيزياء طول عمر السرعه الزوايا الانكساريه الضوء والزئبق الزئبق هذاك الكيمياء لا مش يشتغل بالزئبق زبق ما ادري بس انها سرعته وما سرعته أيوة. في الفيزياء صح يعني للفيزياء يعني شوف درست فيزياء انا درست فيزياء انا فاهم بس مو بلازم اجي انذر معلومات عندك عشان تاخذ لا احنا نقول ايش فادك فيزياء